2023 يتعلق بالمسطرة المدنية، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل في أفق تعميق النقاش حوله والمصادقة عليه في اجتماع لاحق. بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون، عفوا مشروع المرسوم بقانون رقم 2023-102 يتعلق بحل وكالة حساب تحدي الألفية المغرب MCA موروكو وتصفيتها، قدمه السيد فوزي القجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 24-16 المتعلق بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية المغرب MCA موروكو الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-16-142 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 25 غشت 2016، لا سيما المادة 13 منه والتي تنص على أنه تحل الوكالة بعد مضي أجل يحدد في 120 يوما ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بميثاق تحدي الألفية الذي يصادف فاتح أبريل 2023. ونظرا لأن الدورة البرلمانية الرابعية لن تفتتح إلا في 14 أبريل 2023، فقد ارتأت الحكومة اتخاذ مرسوم بقانون يقضي بحل الوكالة وتصفيتها احتراما للموعد المحدد لذلك في فاتح أبريل 2023 والاحتفاظ لها بالشخصية الاعتبارية خلال فترة التصفية. ويؤمر بأن تنقل بالمجان المشاريع التي أنجزتها الوكالة أو التي في طور الإنجاز بحلول 31 مارس 2023، وكذا جميع المنقولات والعقارات التي اقتنتها الوكالة إلى الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية وباقي المستفيدين من البرنامج موضوع الميثاق، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في خطة إغلاق برنامج الميثاق. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، فتم على مستوى وزارة التجهيز والماء تعيين السيد محمد بن حميش مديرا لصندوق تمويل الطرق، السيد عبد اللطيف منير مفتشا عاما، وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قطاع الرياضة السيد عبد الرزاق العكاري مديرا للرياضة، وعلى مستوى التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين السيد عبد اللطيف مكرم رئيسا لجامعة الحسن الأول بسطات، والسيد محمد العربي كركب رئيسا لجامعة بن طفيل بالقنيطرة. إذن كان هذا نص البلاغ 360 المدار 21 العمق إفي المشهد المنصة. يلا سيدي بسم الله تفضل سي شاكر 360. أو الأسابيع الأخيرة هو ما يتعلق بالغلاء وبهذه الأثمنة هذه المرتفعة، بغيناك تعطينا الحصيلة ديال اللجان ديال المراقبة الأخيرة، ثم أيضا بغينا نعرفوا على أن داك المخازن اللي تتلقاو فيها أنتم داك السلع اللي هي خارجة عن الاستهلاك عن التاريخ ديال هذا الاستهلاك، أش تعملوا بهذا المواد؟ واش تتمشي هذا الحج شنو المصير ديالو؟ شكرا. المدار 21 تحية طيبة سيد الوزير السيدة الوزيرة. سؤالي يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة يعني لتطويق أزمة الغلاء. كانت هناك سيد الوزير انتقادات لهذه التدخلات، هناك من قال بأنها يعني تدخلات روتينية، وايضا كانت اتهامات الحكومه بانها يعني مجرد مسرحيه، لكن الاهم من ذلك سيد الوزير هو انه هذه الاجراءات كان اللي شف فيها بان ربما اظهرت ان الحكومه ما كانتش كتدير خدمتها كما يجب يعني وما كانتش كتحرك. بغينا يعني توضيحات ورد الحكومه في هذا. شكرا. العمق. مرحبا سيد الوزير والسيدة الوزيرة. سؤالي حول يعني العدد الكبير يعني ليس كبير من الرحال بجهاد رعدة في لد فقدوا يعني قطعة من المواشي بسبب الثلوج، هل تنوي الحكومة يعني تعويضهم عن هذه الأضرار؟ وما عرفتش السؤال الثاني مرتبط بهذا
وهل يتم اختيار يعني هذا الرحال يعني بسوء الاحوال الجويه من اجل يعني انهم ما يتضروش بزاف ويخرجوا من الجبال ويرجعوا يعني لديارهم؟ شكرا. شكرا. إفي. السلام عليكم سي الوزير. انا عندي سؤال علاقه بالعنصر اللي ختم به الان زميل ديالي اللي مرتبط بالخسائر والاضرار اللي تسبب فيها التدهور ديال الاحوال الجويه في عدد من مناطق المغرب. هل توجد هناك احصائيات بخصوص عدد المتضررين يعني الاضرار البشريه وكذلك الاضرار الماديه؟ وكذلك لدي سؤال بخصوص هل هناك دواوير وبلدات ما تزال محاصره بسبب الثلوج؟ وكذلك ما هي الإجراءات اللي قامت بها الدولة إلى حد الآن لفك العزلة ومساعدة هؤلاء الناس المتضررين وتعويضهم في حالة إذا تطلب الأمر تعويض؟ وكذلك ما هي توقعاتكم بخصوص الأحوال الجوية في الفترة المقبلة؟ هل سيستمر الوضع في التدهور أم سيتحسن؟ وشكرا جزيلا. شكرا. مشهد. مرحبا. غدا الذكرى الأولى للحرب الروسية الأوكرانية. سؤالي يتعلق بكيف دبرت الحكومة المغربية تموين السوق والمخزون من الحبوب وكم كلفها ذلك، وفي عام كم بلغت كلفة استيراد الحبوب؟ شكرا. منسى. مرحبا سيد الوزير، سيد الوزيرة. فات الأيام الأخيرة نعيش الذكرى 12 لانطلاق حركة 20 فبراير، وهي حركة اجتماعية كانت قد رفعت مجموعة من الشعارات من أجل العيش الكريم إلى غير ذلك. تزامنت الذكرى 12 مع نقولوا الموجة ديال الغلاء غير المسبوق في المغرب، وقد خرج العديد من المغاربة في عدة مناطق للاحتجاج حول هذا الوضع الاجتماعي. ألا يحرج السيد الوزير هذه الاحتجاجات؟ ألا تحرج الحكومة خاصة وأنها رفعت شعار أو مشروع الدولة الاجتماعية؟ شكرا. شكرا. مريم. مساء الخير سيد الوزير. سؤالي هو موجه للسيدة الوزيرة حول تبسيط المساطر الإدارية. منذ سنوات والمغرب يتحدث أو بدأت مشاريع ديال تبسيط المساطر الإدارية، ما هو الجديد الذي تحمله الحكومة في هذا المجال، وشنو هي الضمانات لتطبيق أي مستجدات اللي ممكن تطرح، خصوصا أن من أكبر المشاكل اللي كتعوق هذا التبسيط هذا هو بعض الإشكاليات اللي كتكون مع بعض الإدارات أو بعض المسؤولين اللي كيكون عندهم تفسير ديالهم المساطر. شكرا. شكرا. تفضلي سيدة الوزيرة. المساطر ثم نهار الاثنين تعقدت اللجنة الوطنية ديال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية اللي ترأسها السيد رئيس الحكومة، وفيها تمت المصادقة على تبسيط ديال 22 مسطرة إدارية متعلقة بالاستثمار اللي هما المساطر الإدارية الأكثر تداولا بالنسبة للمستثمرين. هذا الشيء جا تعكس الأهمية الكبيرة اللي تعطيها الحكومة المجال الاستثمار، لأنه هو محرك النمو السوسيو اقتصادي، وأيضا هو اللي تخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة بصفة عامة. كيفاش خدمنا؟ هو أنه في هذه الأشهر اللي فاتت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة خدمت مع الشركاء ديالها خصوصا المراكز الجهوية للاستثمار باش تعرفت على واحد 22 مسطرة إدارية اللي هي تتداول كتر بالنسبة للمستثمرين. تيجيو بزاف المساطر في المساطر الاستثمار، ودرنا تطبيق ديال القانون 55/19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية. شفنا شنو هما الوثائق اللي يمكن نقصوها ما نبقاوش نحتاجو نطلبوها للمستثمر، وصبنا على أننا نقصنا 45% من الوثائق اللي تتطلب. مثلا شي وثائق صبناها ما عندهاش تبرير أصلا، شي وثائق قلنا المستثمر فاش يحط الطلب ديالو ما يحطهاش، ولكن من يتقبل عاد نطلبوا له يكمل الملف ديالو. شي وثائق تاخذها الإدارة
من عند إدارة أخرى بلا ما يجيبها المستثمر. دونك هادشي الوقت اللي تيحتاجو المستثمر باش يكون الملف ديالو غينقص في معدل ديال 45%، وهادشي مهم كتر بزاف بالنسبة للمستثمرين. دابا كما جا في السؤال اللي خاص هو هادشي تنزل على أمر الواقع. حنا باش يتنزل هادشي على أمر الواقع درنا دورات جهوية في 12 جهات المملكة، وكل مرة تنتلقاو مع الموظفين اللي كاينين في المستوى اللاممركز، وتنشرحوا لهم التبسيطات، وتنشرحوا لهم كيفاش يخدموا بها وكيفاش خاصهم يديروا بها، ونجاوبوا على الأسئلة ديالهم والاستفسارات ديالهم باش نتأكدوا على أنه هاد التبسيطات اللي دارتها اللجنة تفعل على أرض الواقع، لأن هذا هو الهدف ديالنا، هو المستثمر في الجهات كل هذا المغرب فاش يمشي يحط الطلب ديالو يحس بهاد التبسيطات والتسهيلات اللي درنا. كما أنه هاد العمل ديال التبسيط هذا إنجاز كبير على أننا نقدروا نقصوا على المستثمر 45% من المجهود اللي خصو باش يدير الطلب ديالو، وهذا الشيء إن شاء الله غادي يزيد يحسن في مناخ الأعمال وغادي يقدر يجيب استثمارات أخرى للمغرب. وهذا الورش ديال تبسيط المصادر ديال الاستثمار هو واحد الورش مستمر، واحد الورش صاحب جلالة تعطي أهمية كبيرة في الخطاب ديالو ديال افتتاح البرلمان، عطات توجيهات سامية ديالو باش يتم تبسيط ورقمنة مصادر الاستثمار. دونك هذا الورش ديال تبسيط مصادر الاستثمار هو ورش غيبقى مستمر، كل مرة نبسطو كل مرة نزيدو نسهلو على المستثمر. كما أنه الورش ديال تبسيط المصادر الإدارية بالنسبة للمواطنين بصفة عامة في مختلف المجالات هو ورش كبير ومازال مستمر باش نبسطو الإجراءات الإدارية على المواطنين، ودائما نهبطو على لو تيران ونشرحو نشرحو الموظفين وندير لهم التوعية باش نتأكدوا على أنه هاد الإجراءات تفعل على أرض الواقع ويتسهل المأمورية على المواطنين في الحياة اليومية ديالهم. شكرا. شكرا شكرا السيدة الوزيرة. طبعا الحكومة منذ يعني تنصيبها منذ تنصيب ديالها وهي تقوم بمراقبة الأسواق وتقوم بحملات لمراقبة الجودة ومراقبة مختلف المقتضيات القانونية التي تؤطر هذا الموضوع. وخلال الأسبوع الماضي قدمت معطيات تتعلق بحصيلة بداية هذه السنة، أي منذ 1 يناير إلى غاية الأسبوع الماضي. إذا سمحتوا لي غنعطيكم معطيات تتعلق بحصيلة المراقبة منذ فاتح يناير 2023 إلى غاية 22 فبراير 2023. إذن التدخلات تدخلات اللجان المختلطة التي يترأسها الولاة العمال همت مراقبة 64,034 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط. أفضت هذه التدخلات إلى رصد 3,325 مخالفة. فيما يخص الجودة تم حجز وإتلاف ما يعادل 400 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير. واش الحكومة كتقوم بهذا العمل غير هذه السنة؟ لا، دائما الحكومة تقوم بهذا العمل. حصيلة السنة الماضية يناير منذ يناير 2022 إلى غاية دجنبر 2022 كانت حصيلة المراقبة همت، فقد قامت اللجان المختلطة بمراقبة 308,543 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط. تم خلالها رصد 12,452 مخالفة، تم على إثرها توجيه 2,597 إنذار وإحالة محضر إثبات المخالفات إلى وكيل الملك في حق 9,855. إذن هذا العمل هو عمل مستمر وتقوم به الحكومة دائما عبر اللجان المختلطة التي يترأسها الولاة والعمال. بالنسبة للأشهر كلها
عطيت العدد الأماكن التي تمت مراقبتها بسنة 2022، عدد المخالفات المسجلة، عدد المحاضر، عدد الإنذارات، الكميات المحجوزة. الكميات المحجوزة بالطن هي 1000 بالنسبة لسنة 2022، 1108 طن من الكميات المحجوزة. شنو كيدار بها؟ المحجوزات الغير صالحة للاستهلاك يتم إتلافها، المحجوزات اللي صالحة يتم بيعها بالمزاد العلني. بخصوص السؤال الذي تتطرق إلى التدخلات التي قامت بها مختلف المصالح، ولن صاحب الجلالة حفظه الله أعطته جهات سامية لتعبئة مختلف الأجهزات والموارد والإمكانيات لمواجهة هذه الأوضاع، خاصة المناطق التي تضررت من سوء الأحوال الجوية، حيث عرفت بلادنا في الفترة الممتدة من 13 إلى 20 فبراير تساقطات مطرية قوية وعواصف ثلجية، حيث وصل سمك الثلوج ببعض المقاطع الطرقية إلى أزيد من 150 سنتيمتر خاصة على مستوى الأطلس الكبير، مما أدى إلى حدوث اضطرابات في حركة السير وصلت إلى حد الانقطاع بعدد من المحاور الطرقية. إلى غاية يوم الأربعاء 22 فبراير 2023، ومن أجل ضمان استدامة حركة السير تم فتح 57 محورا طرقيا، وتتواصل حاليا المجهودات من أجل فتح المحاور الطرقية المتبقية والبالغ عددها 3 محاور نظرا لحجم الأضرار التي لحقتها جراء الفيضانات. مكنت هذه التدخلات من فك العزلة عن حوالي 434,777 نسمة تهم الساكنة القاطنة ب 55 جماعة ترابية موزعة على الأقاليم 11 التالية: الحوز، ورزازات، تارودان، تنغير، ميدالت، شيشاوة، طاطا، قلميم، الرشيدية، زاكورا، شتوكا، إنزقان، التابعة لكل من جهات درعة فيلالت ومراكش أسفي وسوس مسا. تم التعبئة 409 من الآليات تهم الشاحنات والكاسحات والنافخات الثلوج وآليات التسوية، وتم إصلاح كل الأعطاب التي عرفتها شبكة الكهرباء وشبكة الهاتف بإقليم ورزازات وإقليم زاكورا إقليم تارودانت، مع ملاحظة أن العودة إلى الوضع إلى نسبة 100% بخصوص شبكة الكهرباء والهاتف بإقليم تنغير يتعلق فقط بفك الحصار عن 4 دواوير وهي العملية الجارية. الخدمات الصحية: تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك تم تنظيم 26 قافلة طبية متخصصة، حيث فاق عدد المستفيدين 16,382 شخص، كما تمت برمجة 35 قافلة بمعظم أرجاء الجهة وتوزيع 74 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية. تدخلات: تمت مجموعة من التدخلات عبر المروحيات وأيضا عبر سيارات الإسعاف. بخصوص السؤال المرتبط بالدعم الذي تخصصه الحكومة لمادة القمح الذي يستهلكه المغاربة، هذا في حدود تقريبا 1.9 المليار. أنا أتحدث عن الدعم الذي يتم يعني تخصيصه عبر صندوق المقاصة، لكن ربما المعطيات حول المبلغ ديال الاستيراد بشموليته ربما أنه أن نوجده في ندوة صحفية إن شاء الله أخرى. بخصوص الاحتجاج، بلدنا هي بلد ديمقراطي وبلد اللي فيه القوانين وفيه أيضا الحريات وفيه أيضا يعني الاحتكام إلى المؤسسات، وهذا كله الحكومة تحرص كل حرص على أنها تقيد به بشكل دقيق. شكرا لكم.